ما الذي يفعله أو يتصرفه؟ ما الذي يفعل ويتصرف؟ شخص يحلم في نومه. شو تقول يوسف؟ النايم ويحلم شو يسوي؟ شو يتصرف هو نايم؟ يتقلب هو نايم. يتقلب في فرشه، في فراشه. نعم يحوص ويتحرك. انت اخت فاطمه شو تقولي؟ يفز من نومه. يفز من نومه. خطا، احنا نريد هو نايم مو يفز. هو نايم ودي يسوي اشياء. خلي نشوف هو نايم شو يسوي. اخ يوسف شو تقول؟ شو تقرر مع من نذهب، معكم ام معهم؟ انت عرفت. ويانا وياكم. تفضل تفضل اخت فاطمه.